معاناة المهاجرين العالقين على حدود بيلاروسيا مع بولندا تتزايد بانخفاض درجات الحرارة وتضييق الخناق عليهم من قبل قوات الأمن البولندية مع نقص في الماء والغذاء. الحكومة العراقية تواصل العمل على إعادة الراغبين منهم طوعاً عبر سفاراتها في موسكو ووارسو، إذ منحت 420 جواز مرور للعالقين استعداداً لنقلهم إلى بغداد وأربيل. العراق حقيقي يتابع بجدية نقل أبنائه الراغبين بالعودة الطوعية، وحتى طالبنا حقيقة الاتحاد الأوروبي بأهمية التعامل مع العراقيين بمعايير إنسانية ومعايير دولية، لا بالتحديد والكلاب السائب البوليسية المنتشرة على حدود بولندا. هذا ليس صحيح، هؤلاء أبرياء عزل، لذلك يجب مراعاة حقوق الإنسان. وتحاصر القوات الأمنية البولندية المهاجرين في الغابات وتمنع عبورهم باتجاه دول الاتحاد الأوروبي. الإجراءات المشددة عرقلت وصول المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين، ليبقى آلاف المهاجرين يواجهون ظروفا قاسية. وزارة النقل أكدت استعداد الخطوط الجوية العراقية لنقل المهاجرين العالقين بعد تخصيص طائرة خاصة تستوعب أكثر من 400 شخص. ملف حظي باهتمام كبير من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي ومعالي وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي لإجلاء المواطنين العراقيين عن طريق طائرة الخطوط الجوية العراقية. هذه الطائرة واسعة البدن من نوع بوينغ 747، وسيتم جدولة رحلات إلى حين يعني اكتمال العدد الراغبين في العودة إلى أرض الوطن. الهجرة الدولية أكدت أن عدد العراقيين في مخيمات النزوح تجاوز 1 مليون شخص في دول مختلفة. تتابع الخارجية العراقية الإجراءات والتدابير لتسهيل عودة الراغبين من خلال إصدار الوثائق المطلوبة وتوفير الرحلات لهم، خاصة في كل من بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا ولاتفيا. ميثم الجناحي، العراقية الإخبارية، بغداد.